هذا الحي من أخطر الأحياء في أمريكا، تخل الإسلام ونسبة الجريمة فيه خفت وقلت. هذا الفيديو يعني من داخل قلب الأو بلوك، الناس اللي يعرفوا الثقافة الأمريكية. أو بلوك جرائم كل يوم، العديد من القتلة المتسلسلين خرجوا من هذا الحي. أعزائي المشاهدين، اليوم الأو بلوك أصبح حي مسلم ونسبة الجرائم نزلت، ولكن ولا واحد في وسائل الإعلام تكلم عليه بسبب الإسلام. ولا واحد ولا واحد ولا واحد، وسائل الإعلام لم تسلط الضوء على هذا الأمر نهائيا. لو كان يعني بطبيعة الحال الأمر هذا فيه أمور سلبية يعني بوجه الإسلام، لكانوا هم الأولين من يتكلمون عنه. خلينا نشوف وش يقول. أنا قال لك يعني جئنا إلى الأو بلوك عند المسلمين أين يسكنوننا لنرى الفرق يعني بين بروكلين، بين هذه المناطق الأمريكية. أها. قال لك يعني هل يعني سنرى إذا كنت أنت كشخص مسلم هنا، يعني هل أنت في تم بإمكانك أنك تتحرك وتمشي براحتك في هذا الأحياء أم لا؟ قال لك سنرى هذا الأمر هنا في هذا الحي، حي الأو بلوك، وراه وضع علم فلسطين في رقبته. تحياتنا بطبيعة الحال لكل إنسان يمشي بإس. جزاك الله خيرا ما شاء الله. يعني ليعرف الأو بلوك يتفهم سبب يعني تسليط الضوء على هذا المحي، خاصة محبي الراب كينغ فون إلى آخره. طبيعة الحال هم هنا، شوف أطالوا المسك. أوكي. أنا قال لك يعني راه يتكلم، قال لك لا يهمني الأمور التي تحدث بالقرب منك، يعني أهم شيء هو الإسلام. المهم جوزوا هنا لأنه راح يتكلم، راح نفوتوا فيه إلى اللحظات اللي يدخلوا فيها إلى الحي من أخطر الأحياء الأو بلوك. هنا قال له يعني أنت عايش هنا؟ قال له شفت العديد من الأمور والعمل العصابات هنا في الأو بلوك. هذا الشخص اللي على اليسار، هذا الشخص سكن في الأو بلوك لفترة سنوات طويلة. قال له الآن أنت كمسلم ما هو الفرق؟ قال له هناك فرق كبير جدا كمسلم. قال لك نعود هنا إلى مثل هذه الأماكن. قال لك وهذا الأمر الدين هو اللي كان ناقص هنا في هذا الأحياء، كانوا محتاجين فقط توجيه، والدين جاء لكي يوجه هذا الأشخاص. قال لك يعني كانوا يدخلوا المخدرات إلى آخره ويقوموا بهذا الأعمال، وهذا الأمر طبيعة الحال أعزائي المشاهدين يسبب العديد من المشاكل. واليوم توقفت هذه الأمور هنا وهدأت الأجواء هنا في الأو بلوك. معظم سكان الأو بلوك يعني حققوا شهادة وأسلموا. أها. وهذا اللي لبس جاكيت الأحمر هو يعني كان من الشباب اللي كانوا في العصابات، واليوم دخل الإسلام وما زال عايش في الأو بلوك. أعزائي المشاهدين، الشباب هذا بطبيعة الحال يعني وجدوا طريقهم بسبب مجهودات الأشخاص الكبار المسلمين الذين يقومون بنشر هذا الإسلام في هذه الأحياء الصعبة هنا في أمريكا. قالوا مثل ما تكلمنا مبكرا، قالوا عندنا بعض الأشخاص هنا مثل جيرسي، طبيعة حال من مدن مختلفة. هذا الأخ يسكن في مدينة شيكاغو. حتى هناك شخص بطبيعة الحال هذا من نيويورك. قالك يسكن في مارلين، ولد فيها وكبر فيها. From Philly to Maryland when it comes to the Muslims, when it comes to قال له ما هو الفرق بين فيلاديفيا وهذا المكان طبيعة الحال كمسلم، وين يكون هناك عدد كبير من عمليات إطلاق النار والعديد من عمليات السرقة. قال له بسم الله، في معظم الأحيان لما تأتي إلى الأحياء الخطيرة هناك بطبيعة الحال بعض الأمور وين العديد من الأشخاص يحاولون النجاة، العديد من الأشخاص يقومون بالأمور التي يجب عليهم القيام بها، شراء وبيع إلى آخره. قال لك بطبيعة حال هذا الأمر عام في كل الأحياء الفقيرة. قال لك لما تكون مسلم عندك دائما إخوة يقومون بتغيير حياتهم وحياتك وينطلقون إلى أمور أخرى، بينما هناك أشخاص آخرين مازال عندهم هذه العقلية الأحياء والعصابات إلى آخره. قال لك يحاولون القيام بأفضلهم، أفضل الأمور اللي ممكن يقدموها إلى أن يجدوا طريقهم، أو ممكن يضلوا طريقهم. هنا قال لك يعني العلاقة يعني بينك وبين، أو يتكلم على العلاقة بينه وبين لون البشرة إلى آخره. قال لك ولا مرة لازم عليك تنظر طبيعة الحال نظرة احتقار إلى أشخاص ممكن عندهم فرص أكثر من فرص.
هذا الأخ قال له ما هي المدة اللي دخلت فيها الإسلام؟ قال له حوالي عامين ونصف الحمد لله. قال لك ما زال يعيش هنا في الأو بلاك. قال له شرح لي كإنسان مسلم في الأو بلاك هل أنت يعني قال له هل أنت سيف يعني أنت في أمان؟ كيف هو أنك تكون مسلم يعني هنا في هذا الحي؟ قال له هل هناك أشخاص من أحياء أخرى هم مسلمين؟ هل سيكون هناك مشاكل بطبيعة الحال بينك وبين أشخاص مسلمين من أحياء أخرى عدو لحيك؟ قال له كمسلم؟ قال له يا مسلم يعني يجب أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. قال له كمسلم أنا الآن أتعامل مع الناس كمسلم يعني يجب أن أحترم كل الأشخاص الحمد لله. قال لك لا أريد أن أرى أي مسلم آخر يقوم بوضع مسلم آخر في موقف خطر. قال له كيف تقول لي يعني منذ سنتين ونصف طبيعة الحال يعني نسبة العنف هنا في هذا الأحياء؟ قال له تغيرت كثيرا. قال له يعني أمور عادية تحدث فقط ولكن نقصت الجرائم بكثير. أين هي وسائل الإعلام البي بي سي وسي أن أن لكي تتكلم عن هذه الأحداث المشرفة صراحة لديننا دين الإسلام دين السلام مش دين الحرب ودين القتل كما يسوقون له. قال لك يعني كان الكثير يتكلموا على ابناء الاحياء ويقولوا عليهم بلي انهم هم رجال عصابات مش محترمين الى اخره، ولكن معظمهم هم اشخاص عندهم عائلات عندهم ابناء عندهم امهات عندهم روح. قالوا الاشخاص يفهموا لما ياتوا لبروكلين او الى جيرسي او الى شيكاغو يمشون بامكانهم ان تطلق عليهم النيران. قال لك هذا الأمر ممكن أن يحدث في أي مكان. نعم. في فيلاديفيا في لندن في تكساس. قال له يعني أنت هل تدين طريقة التي يقومون بتوضيح فيها يعني ولا إظهار فيها الأو بلوك؟ قال له يعني عادي. قال له هذه الحياة. قال له هذه الحياة. عبد الجليل. هذا الشيخ عبد الجليل عاش في شيكاغو وفي نيويورك. قال له ما هو الفرق بين هارلم وشيكاغو؟ قال له هناك فرق كبير جدا. قال له اختلافات كثيرة جدا ولكن في بصفة عامة ونفس الشيء. أعزائي المشاهدين الإسلام دخل والكثير اعتنقوا الإسلام ويصلون صلوات في الجماعة كما تشاهدون الحمد لله. يعني لو لم يكن الإسلام في هذا الحي لكان دخول إلى الأو بلوك يعني يكون مقابل بإطلاق نيران، ممكن بعملية سرقة، ممكن بعملية سطو. الإسلام ودين سلام دخل إلى الأو بلوك وقام بحل مشكلة الشرطة الأمريكية عجزت عن حلها لسنوات طويلة. أشكركم جزيلا شكرا على متابعة هذا الفيديو وشرف في كي مكان في كل مكان، لأن المقطع هذا لم يأخذ حقه من وسائل الإعلام ولا من أي صحفيين. أشكركم جزيلا شكر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صلوا على نبينا محمد.